نزوح لبعض الأسر من منازلها إلى العراء. لم تكن الحرب من تسببت بترك هؤلاء لمنازلهم في شبوة والتوجه إلى أماكن أخرى بحثاً عن مأوى آمن. منخفض جوي ضرب جزءاً من المحافظة، كانت نتائجه هذه السيول الجارفة التي تسببت هناك بطمر عدد من منازل المواطنين في منطقة جلعة التابعة لمديرية رضوم. وكان من حظ هذا المواطن العالق في منطقة هينن بمحافظة حضرموت أن حضرت السلطات في الوقت المناسب. مشهد الإنقاذ هذا لا يحمل الصورة الكاملة، فقد تسببت السيول في مديريات الوادي والصحراء بوفاة 9 أشخاص وجرف ممتلكات وأراض زراعية. في عدن تغرق المدينة بمياه السيول نتيجة أمطار غزيرة كانت مصحوبة برياح شديدة تسببت بحدوث أضرار في بعض ممتلكات المواطنين وشل حركة المرور ومحاصرة السكان داخل المنازل. وضمن التغيرات المناخية التي تشهدها المدن اليمنية، فقد تدفقت أمطار أيضا على محافظة مأرب لتشمل تأثيرات المنخفض الجوي حتى المحافظات الشرقية. السيول طمرت مساحات زراعية واسعة في مديريات الوادي والجوبة وأوقفت حركة السير وسط المدينة. السلطات المحلية أطلقت نداء للمواطنين والنازحين الساكنين في مجال السيول للانتقال إلى مناطق آمنة، ويبدو أن فانوس السلطات في المحافظة لا يحتوي غير هذا النداء لمواجهة هذا الخراب الذي يعد به الطقس والمناخ.